يا مساء الخير واهلا وسهلا بكل الاهلاويه اللي بيتابعونا. يبتدوا معانا حلقه جديده من السادسه، تحياتي لحضراتكم. حلقه الحقيقه فيها موضوعات كتير جدا، ويمكن اللي تابع السادسه امبارح كنا بنتكلم على رابطه الانديه وعلى التفاصيل الخاصه بيها وعلى الاهداف اللي نتمنى انها تتحقق. في كتير من الناس، بعض الخبثاء زي ما بيقولوا كده، بيشوفوا ان هو تم البدء او تم تطبيق رابطه الانديه الموسم ده لانه موسم صعب جدا، موسم استثنائي جدا، وفي كتير من المشكلات المتوقعه، وبالتالي هيكون تحدي حقيقي واختبار صعب جدا لرابطه الانديه في مسؤولياتها الاولى في تنظيم مسابقه الدوري العام. على كل الاحوال في اهداف كتيره جدا، في شكل نتمنى انه الدوري يظهر عليه، تحديات صعبه، سنه زحمه اقول زي ما انت عايز، عدد الارتباطات فيها على مستوى الانديه وعلى مستوى المنتخبات كبير جدا، موسم غصب عنا شئنا ام ابينا بيبدا متاخر، وبالتالي اعتقد ان ده واحد من الامتحانات. لكن على اقل تقدير جمهور الكره بيحلم انه يشوف مسابقه منتظمه، بيحلم انه يشوف مسابقه واضحه المعالم، بيحلم انه يشوف صوره ونسخه من الدوري المصري مختلفه. لازم نحس بفرق السنه دي عشان التجربه تنجح. مش بنطالب بتحول جذري، مش بنطالب ان احنا نشوف نسخه اوروبيه المعالم، لكن في على اقل تقدير مطلوب ان احنا نحس بفارق، فارق من ناحيه تنظيميه، فارق من ناحيه المشاكل التقليديه اللي احنا بنشوفها في السنوات الاخيره، نحس انه في طفره بتحصل او في نقله نوعيه بتحصل لقدام. هنتكلم على اختيارات، وبصرف النظر عن الاسماء طبعا اللي تم اختيارها او تم انتخابها، وبالمناسبه الاسماء فازت بالتزكيه، مهمه صعبه ومهمه ثقيله، ولكن ما عنديش شك ان احنا نقدر ننجح لو عايزين.